منطقة السيدة ليها طابع خاص وبالذات وتحديدا أيام المولد. احكي لنا بقى على تجهيزات المولد وليالي المولد. المولد هنا كان لنا جوز عمتنا الله رحمته عليه نقول له قبره يا رب، كان بيجي في المولد، كان هم ناس مبسوط قوي في المدابغ وكده، كان بيذبحوا كل يوم 5 6 عجول، يدخلوا الميدا العجول ويذبحوها، وكان بقى في خير، كان الميدان ده كله خدم ولحمه واكل والناس بطريقه، كان المولد زمان حاجه ثانيه، لا مفيش مولد دلوقتي اعتبر. لا احكي لنا المولد زمان، احكي لنا التفاصيل اللي ما لحقناش نشوفها. التفاصيل كانت الناس اي حد يجي زوار ولا يجي من الارياف، كان بتيجي من اقاليم كتير قوي، من منوفيه والصعيد والناس دي، كان على طول خير ربنا موجود، ولغايه دلوقتي سيدنا عيسى المكان الوحيد، والعلماء يقولوا كده، اللي فيه خير مش في اي مكان. ما شاء الله. يعني انت تعالي بالليل الساعه 2 3 بالليل، الناس بتفرق فراخ، فرق لحمه، فرق اكل، يعني الناس ما حدش بينام هنا جعل. يعني من الأكل بياخدوا شنط ويروحوا بيوتهم كمان. ما شاء الله. اه والله خير ربنا. كلمني عن الفرق بين عادات وتقاليد أهل المكان من 30 سنة مثلا ودلوقتي. الناس القديمة أكترها ماتت، يعني الناس الكبيرة كلها توفت، بس الناس الكبيرة كانت خير، يعني كانت الناس الكبيرة كان يجيبوا وهم جايين يحصلوا الفجر يجيبوا كوس أرواح ويفرقوه. يجيبوا العجوة دي أو البلح ويفرقوها. يعني كان فيهم ناس ويمسكوا كده يبوسوا دماغك يبوسوا إيدك، كانت يعني الناس كانت طيبة قوي. وناس بقى لله. يعني لو واحد جعان ولا بتاع يجيبوا له اكل ميته وياكلوه والله. وناس غلابه يعني. ناس على قدها على قد حالها يعني. موجوده بالموجود. طيب احكي لي دلوقتي، كلمنا عن ليالي المولد السنه دي مثلا او السنه اللي فاتت. المولد بقى شكل ايه؟ مش مولد، زمان المولد سيدنا عيسى كان بيقعد 40 يوم 50 يوم. يعني بيعملوا المولد قبليها، يعملوا شجر ويعملوا جناين ويعملوا خيم وبتاع قبلها ب 50 60 يوم. كان سعد الوان هنا اللي هو بتاع المذبح ده، كان راجل مبسوط الله رحمه الله عليه، كان بيعمل الميدان كله كهرباء على حسابه. ما شاء الله. وكان في خير بقى خير. انت عندك ولاد قد ايه يا عم نصر؟ انا عندي دينا في ثانيه ثانوي، وعندي الله. عبد الله في ثانيه جامعه، وعندي الله. لينا في يعني كلها اعدادي لسه. ما شاء الله. الحمد لله. عبد الله ما بينزلش يقف معاك هنا؟ بينزل بس يعني هو بيشتغل برضه، بيطلع من الجامعه بيشتغل مكان بره. ما شاء يعني الله. يقول لك تجازي معايا عشان مصاريف الجامعه ومصاريفه وكده.